البطه تغلط في الكلب. ها واحد واحد يلا واحد يلا انا هعدي هعدي دي بس واحد والله ما بيعرفوا هم والله ما معرفوش يلا واحد واحد مش هتنطها عادي هتتضرب اثنين ثلاثة أربعة والله هم اللي ما بيعرفوا والله هم يا دكتور عم تنفع خمسة بالله خمسة يلا خمسة كلبي أنا أتكلم على كلبي أنا قاعد زي الباشا ورا باشا قاعد ما غلطش في حد تغلط فيه ليه وتقول وتروح تقول لهم إن أنا جيت علشان الكلب هرب مات أمك لو أرميك وبعدين هتسكت سجدتين للكلب يلا يلا ها طب اهو اهو واحد يلا ها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة يا بيه مش أنا والله ما أنا والله ما أنا مش عارف يعمل يبقى اهو يبقى اهو خمسة طيب مش خمسة بتوع ايه كفاية كده بقى أنت تعبت قول يلا يلا اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة تعالى بقى انت بص بقى تعالى بقى استنى بقى استنى بقى صلي للكلب صلي للكلب صلي للكلب يلا يا طشطاني يلا صلي في ناس بره صلي للكلب قول والله اكبر لا يا بيه مش هينفع والله عليك هتشيل ذنب ولا اشيل ذنب انا هشيل ذنبك لا اضرب له تعظيم سلام ونعمل له اضرب له تعظيم سلام هو مين تعظيم سلام بوبي قول بوبي قول بوبي خلاص يا دكتور معتز بقى حط بقى حط لي ثانيه بقى الخطوه الثانيه حط لي في الفيشه يلا حط لي في الفيشه هات المشترك هنبتدي الكهرباء انا بطمن عليك ولا انا عليك اقسم انت طلع شعرك ما نش عليا خالص انت اهنت كلبي ودي ثالث مره والثالثه ثابته معايا بيه هو انت عايزنا اتفضل لو سمحت عايزين الكهرباء يلا كهرباء يلا ما بهرج معايا دكتور عمرو مع مين مع مين محبوبي المحبوبي برضه هو ما بيهرجش مع حد ما بيهرجش مع حد ما بيهرجش مع حد عشان تتريق عليه هو جاي في العربيه عشان ياخدني بجلاله قدره انت جبار انت جبار انت جبار حد يسخنك انت سخن من غير حاجه انت سخن من غير حاجه انت سخن من غير حاجه هات ايوه انا جاي لك ولا حاجه ايوه جاي لك عشان انا سمعت انك اتكلمت عليا فجيت جري اتكلم عليا دي انا بتكلم عليك انا بتكلم عليك انا بجيب اعراضك ممكن حضرتك الكلب ده عرضي عمرو اتفضل فكره كويسه من عمرو اتفضل ايه يا عمرو والله لا مش ينفع معانا لا مش ينفع معانا اكتر عايز تكهربني كهربني موتني خلاص يا معلم كهربت لو كده بجد انا مش هرقص ولا اعمل كفايه انا هنا اكتر من كده طب بتتكلم على الكلب ليه بتاعي؟ بتتكلم انا اهنتك انت اللي اهنت كلبي ليه طيب؟ ما خدتش بالي انا حضرتك ده انا فرحت لما لقيته رايح يصيف ده هو الله اكبر عليه امال مين كان عايز يسربه؟ مين كان عايز يسربه؟ عايز تسرب كلبي؟ انت عايز تسرب كلبي ليه؟ وهتسربه فين في القلق؟ يعيش وسط الاوساخ يا بيه ما كنتش هوديه القلق خالص كنت هوديه فين؟ انت قلت السخنه انت قلت القلق ده انا كنت هوديه السخنه وبعدين مش هسربه لا لا الكذاب بنقطع لسانه انا كنت رايح قلت ايه للدكتور معتز؟ قلت له هسربه فين؟ بدل ما يروح يسربه في الساحل يسربه فين؟ في القلق وين؟ وحشه يا دكتور عمرو دلوقتي هتصرف فيها كلبي ابن البهوات ابن البشوات يعيش مع الاوساخ ولا الكلب دول يا بيه كنا هنعمل له حاجه نظيفه يا بيه واحنا كنا بنرميه كده حاجه نظيفه ايه؟ حاجه نظيفه يا ابن الكلب يا بيه ده احنا كنا بنبنيله فيلا وكنا هنظبطه